السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة عن Symmetrical Figures and Line of Symmetry. يعني إيه Symmetrical Figures ويعني إيه Line of Symmetry؟ لو أنا عندي شكل زي السكوير اللي قدامنا ده، شايفين اللاينز اللي أنا رسمها على الفيجر اللي قدامي؟ طيب اللاينز دي قدرت كلها، كل لاين فيهم قدر يقسم الشكل لجزئين قد بعض بالظبط، زي بعض بالظبط. طب تعالوا كده نجرب على الشكل اللي معانا ده، ده سكوير. لو انا حبيت ان انا اطويه بالشكل ده، هقدر اطويه لجزئين على بعض بالظبط، ده على ده، مفيش جزء اكبر من التاني. طيب ظهر عندي هنا من اللي انا عملته ده، في هنا لاين، شايفين اللاين اللي ظهر عندي ده؟ اللاين ده بسميه لاين اوف سيمتري. طيب الشكل اللي انا قدرت الاقي له لاين اوف سيمتري ده بنسميه سيمتريكال فيجر، سيمتريكال فيجر. طيب تعالوا نشوف شكل زي ده، انا مش لاقيه له ولا لاين اوف سيمتري. حاولت اعمل لاين كده ما ادانيش جزئين منطبقين، حاولت اعمل كده برضو مفيش جزئين منطبقين، نفس الكلام كده مفيش جزئين منطبقين. يبقى هو عنده كام لاين اوف سيمتري؟ زيرو. والشكل ده سيمتريكال فيجر؟ لا، ده اسمه نون سيمتريكال فيجر، نون سيمتريكال فيجر، سيمتريكال فيجر، نون سيمتريكال فيجر. واللاين اسمه لاين اوف سيمتري. امتى يكون الترينجل ده عنده لاين اوف سيمتري ويكون سيمتريكال فيجر؟ لو كان ايسوسيلز ترينجل. الايسوسيلز ترينجل قدرت الاقي له لاين اوف سيمتري، يقسم لي الشكل لجزئين على بعض بالظبط. الباراليلوجرام ما عنديش ولا لاين اقدر ارسمه عليه عشان يقسم الشكل لجزئين على بعض، لجزئين على بعض مش هينفع خالص. يبقى برضو الباراليلوجرام زيرو، زيرو لاينز اوف سيمتري، وهو نون سيمتريكال فيجر. الايسوسيلز ترابيزم عنده one line of symmetry، لو قسمت الجزء ده على الجزء ده هيجوا على بعض منطبقين بالظبط، تمام؟ يبقى هو ليه one line of symmetry.